اتكلم عن اي حاجه تخص الدوري العام المصري. انا عايز اتكلم مع حضراتكم اولا عن حاجه اسمها نظريه المؤامره. نظريه المؤامره في المطلق كده يعني ايه نظريه المؤامره؟ نظريه المؤامره دي يعني ان الانسان اللي دايما حاسس بنظريه المؤامره ده بتبقى حياته كلها صعبه. يعني ايه؟ يعني حياته كلها بيبقى حاسس ان هو دايما مضطهد، دايما الناس كلها ضده، دايما كل حاجة فيه غلط، أو الناس كلها بتعمل كل حاجة عشان يبقى هو وحش. ده المعنى المطلق لنظرية المؤامرة، إن دايما في دماغي أنا حاجة. أنا راجل عندي في حياتي إن أنا دايما بحط نظرية المؤامرة في حياتي. يعني إيه؟ يعني دايما بتخيل إن سعيد في الإعداد مش عايزني أعمل مش عارف إيه، وده عامل لي إيه، وده هنا في الكاميرا حاطيني الكاميرا غلط، وهنا دي نظرية المؤامرة في المطلق. ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ أنا بس هحكي قصة بسيطة جدا حصلت إمبارح. إمبارح بعد ما خلصت الحلقة أحد الأصدقاء القريبين مني جدا يعني لقيته بيكلمني في التليفون. إزيك يا كابتن إسلام، أخبارك إيه؟ إزيك يا إسلام يعني؟ وحشني وعامل إيه والكلام ده كله. قلت له ربنا يخليك زي الفل. قال لي انت مزودها قوي. قلت له مزودها في ايه؟ قال لي انا اتفرجت على الحلقه النهارده، الكلام ده امبارح، انا حاسس، هو راجل اهلاوي بالمناسبه، قال لي انا حاسس ان النادي الاهلي يعني برضو عشان انت بتشتغل في قناه الاهلي وعشان انت قاعد على المنبر بتاع قناه النادي الاهلي فبتتكلم بالشكل ده وبتقول ان النادي الاهلي يعني مختلف عن بقيه الانديه. قلت له لا يعني انا دي وجهه نظري وانا شايف كده وناس كثيره شايفه كده، ويعني حاولت اقنعه بس انا قفلت معاه، حسيت ان هو ما اقتنعش. المهم صاحبي ده عارف ان انا بسهر ما بنامش يعني بدري، زمان كنت بنام بدري دلوقتي خلاص. فكلمني على الساعه 3:30 كده. فرديت عليه قال لي بقول لك انا بعتذر لك انا اسف. قلت له اشمعنى؟ قال لي هو انت اتفرجت على الاعلان بتاع شركه وي؟ انا هقول معلش يا كامل يعني استاذ محمد كامل طبعا رئيس شركه برزنتيشن، انا هقول بقى وخلاص. الاعلان بتاع شركه وي؟ قلت له اه يعني اتفرجت عليه. قال لي انا اقتنعت تماما بكل الكلام اللي انت بتقوله. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا اقتنعت ان النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه في حته تانية. والله ما بتريق على حد ولا قصدي ان انا اتكلم على حد، لكن انا كل اللي بتكلم مع حضراتكم فيه ده حقائق بتحصل واحنا شايفينها، لان انا شايف ان ناس، في ناس عايشه فقط في نظريه المؤامره. نظريه المؤامره بس مش حاجه تانية. زمان قال لك ايه؟ بالمناسبه بقى واحنا بنتكلم. قال لك اصل شركه الاهرام هي اللي كانت الراعي للنادي الاهلي وكان الكابتن حسن حمدي، انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه اهو. والكابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي الاهلي وكان رئيس شركه الاهرام للتسويق وكانت هي اللي بتجيب اعلى سعر للنادي الاهلي. قالوا كده زمان مش قالوا الكلام ده؟ طيب. جت شركه صله وقالوا اصل شركه صله معاها فلوس كتير وبتاع فمش فارقه معاها فبتدي النادي الاهلي. طيب. جت شركه برزنتيشن بعد ما انسحبت شركه صله، جت شركه برزنتيشن ب المجموعة اللي متواجدة وخلوا النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية في مصر. هل الناس دي هبلة؟ الناس دي بتشتغل يعني أي كلام؟ ولا عارفين هم بيشتغلوا على أساس إيه؟ وبيشتغلوا إزاي؟ وفي نقط معينة وجماهيرية معينة بتخلي الناس دي تشتغل وتدي النادي الأهلي أعلى سعر تسويقي في مصر في ناحية كرة القدم دلوقتي. الناس دي بتحط حاجات معينة وبناء، أنا معرفش إيه هي، أنا مش راجل دارس تسويق، ولكن في نقط معينة بتتحط بناء على النقط دي بيطلع النادي الأهلي الأعلى تسويق وبالتالي يستحق ال 500 مليون ولا 600 مليون ولا المليار جنيه اللي اتدفعوا فيه.